بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. متابعي الكرام، أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد بلقائكم اليوم في هذا الموعد الجديد، ونواصل مع سلسلة المراجعة لاختبارات الفصل الثالث، اليوم مع موضوع خاص بتلاميذ السنة الأولى من التعليم الثانوي، شعبة آداب وكذلك شعبة علوم، وهي وحدة مشتركة متعلقة بالشعر السياسي في العصر الأموي للشاعر الأموي الكميث بن زيد الأسدي. إذن هذا الشاعر الذي كان متشيعا لآل البيت، وكان يدعو إلى أحقيتهم في السلطة والخلافة، وينتقد سلطة وحكم بني أمية. إذن في هذه القصيدة التي سنحاول الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها، إذن ينتقد في هذه القصيدة سلطة وحكم بني أمية، وكذلك يمدح الهاشميين ويبين أحقيتهم في الخلافة. نبدأ أولا بالتعرف على موضوع القصيدة، ثم نحاول الإجابة على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. إذن كما قلنا، هذه القصيدة من الشعر السياسي في العصر الأموي. إذن قال الكميت بن زيد الأسدي ينتقد سلطة وحكم بني أمية: ألا هل عمي في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟ فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى مساويهم، لو أن ذا الميل يعدل. فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم، ففيكم لعمري ذو أفانين مقول. أأهل كتاب نحن فيه وأنتم، على الحق نقضي بالكتاب ونعدل. فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول. وغاب نبي الله عنهم وفقده، على الناس رزق ما هناك مجلل. فلم أرى مخذولا أجل مصيبة، وأوجب منه نصرة حين يخذل. إلى الهاشميين البهاليل إنهم، لخائفنا الراجي ملاذ ومؤل. وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم، إذا الليل أمسى وهو بالناس أليل. فيا رب عجل ما نؤمل فيهم، ليدفأ مقرور ويشبع مرمل. فإنهم للناس فيما ينوبهم، غيوث حيا ينفي به المحل ممحل. لهم من هواي الصفو ما عشت خالصا، ومن شعري المخزون والمتنخل. إذن هذه الأبيات كما قلنا هي للكميت بن زيد من شعره الهاشميات، التي نظمها في تشيعه لآل البيت وللهاشميين. إذن نبدأ بشرح المفردات الصعبة وكذلك معاني الأبيات، ثم نوضح الإجابة النموذجية للأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. يقول الشاعر في البيت الأول: هل ألا هل عمي في رأيي متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل. عمي بمعنى ظل، وتاه عن الحق أو غير مبصر. فهنا يتساءل الشاعر ويقول: هل من يركب متن غيه ويسير على هواه وتغيب عنه الحكمة، نتأمل بتغير مواقفه، وهل بعد الإساءة يعي الحق ويقبل عليه؟ فهنا يتساءل الشاعر عن بني أمية، هل يمكن أن يعودوا بعد غيهم وعدم حكمتهم إلى الصواب وإلى الرشد. البيت الثاني: فقد طال ذا النوم واستخرج الكرى مساويهم، لولا أن ذا الميل يعدل. إذن الكرى بمعنى النوم، ذا الميل هو الإنسان الظالم. فالشاعر يقصد هنا أنه طال سكوت الناس عن الظلم. إذن طال هذا النوم، أي طال سكوت الناس عن الظلم والمظالم، وإغماض عيونهم عنها، لا يحركون ساكنا ولا يطالبون بالحق حتى ظهر الجور والظلم. إذن الناس سكتت عن هذا الظلم حتى أنه أظهر مساوئ هؤلاء الحكام. إذن واستخرج الكرى مساوئهم، إذن هذا النوم الطويل استخرج أو أخرج مساوئ هؤلاء الحكام. فلو كان في هذا الأمر
هذا الميل يعدل ويحكم بين الناس والرعية بالعدل لكان السكوت أكمل لهذا الأمر، ولكن هنا هذا السكوت بالعكس أظهر الظلم وأظهر الجور لهؤلاء الحكام. في البيت الثالث: فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم، ففيكم لعمري ذو أفانين مقولوا. ذو أفانين مقولوا أي له فنون في الكلام، أي يستطيع أن يأتي بالكلام فيه حكمة وفصاحة إلى آخره. فهنا يخاطب ساسة هذه الأمة وحكام بني أمية، إذن ساسة الأمة وحكامها هم بنو أمية، فيقول: يا ساسة الأمة ويا حكامها، أجيبوا على ما نسألكم عنه ونحاسبكم عليه، فأنتم أهل فصاحة ومقدرة. إذن لكم الفصاحة ولكم المقدرة لتجيبوا على أسئلتنا. في البيت الرابع: أهل كتاب نحن فيه وأنتم على الحق، نقضي بالكتاب ونعدل. إذا نحن على خلاف، إذا بني أمية وبنو هاشم على خلاف، وهذا الخلاف هو بسبب السلطة والحكم. فيقول: نحن أهل كتاب وأنتم أيضا معنا في هذا الكتاب، فنحتكم إليه ونعدل بيننا لأننا على خلاف في هذا الأمر. إذا بني أمية والهاشميين كانوا على خلاف في من له الأحق في السلطة والخلافة. فقال الشاعر هنا: نحن أهل كتاب وأنتم أيضا فيه معنا على الحق، إذن نقتضي إلى هذا الكتاب ونعدل فيما بيننا. في البيت الخامس: فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول. فهنا يبين أن حكام بني أمية وولاتهم ولاة سوء، إذن يصفهم بالسوء، إذن يصف بني أمية بأنهم ولاة سوء وطال حكمهم، فحتى متى هذا العناء سيطول؟ إذن هنا يتساءل الشاعر إلى متى سيطول هذا العناء، فيقول: حتام حتام العناء المطول، لأن ولاة بني أمية وحكام بني أمية في نظره هم حكام سوء. في البيت السادس: وغاب نبي الله عنهم وفقده، على الناس رزء ما هناك مجلل. رزء بمعنى مصيبة، مجلل بمعنى عظيم، أي أنه حدث أو مصيبة عظيمة. إذن غاب النبي عنهم، غاب عن المسلمين، وفقده على الناس هو أكبر وأجل مصيبة. في البيت السابع: فلم أرى مخذولا أجل مصيبة وأوجب منه نصرة حين يخذل. إذن وفقد النبي عليه الصلاة والسلام جعل من التابعين له ومن أهله فيما بعد أهل البيت. إذن الهاشميين خذلوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا بين أن آل البيت كما قلنا خذلهم الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأوجب منه نصرة حين يخذلوا، ويبين أن آل البيت هم أوجبوا نصرة من غيرهم لأنهم خذلوا في هذا الأمر، وهو الأمر المتعلق بالخلافة. إلى البيت الثامن: إلى الهاشميين البهاليل إنهم لخائفنا الراجي ملاذ ومؤل. فهنا يبين الشاعر وجهته السياسية، وهو أنه متشيع لآل البيت، فقال: إلى الهاشميين البهاليل، البهاليل أي الظرفاء، ملاذ ومؤل أي ملجأ. يبين أن الهاشميين الظرفاء أنهم للخائفين الذين يرجون ملاذا وملجأ هم الملجأ لهؤلاء الخائفين. فهنا يبدأ بمدح، أو هنا يبين أنه يمدح الهاشميين ويظهر تشيعه لآل البيت. في البيت التاسع: وفيهم نجوم الناس والمهتدى بهم، إذا الليل أمسى وهو بالناس أليلو. وهنا أيضا يمدح الهاشميين ويبين أنهم قدوة لغيرهم وأن الناس تهتدي بهم، خاصة إذا اشتدت بهم المصائب واشتدت بهم المحن، فهم يلجؤون إلى الهاشميين. في البيت العاشر: فيا رب عجل ما نؤمل فيهم، ليدفأ مقرور ويشبع مرمل. هنا يواصل الشاعر بيان خصال بني هاشم، خاصة إذا ما آلت إليهم الخلافة، فقال: فيا رب عجل ما نؤمل فيهم، أي عجل بنيلهم للخلافة. فإذا ما نالوا هذه الخلافة فهم أحق
أحق بها، خاصة أنهم أهل عدل وإنصاف، فإذا ما آلت الخلافة إليهم أقاموها على عدل وإنصاف، وكذلك شبع الجائع ويدفأ البائس المقرور. إذن المقرور هو الذي أصابه القر وهو البرد، ويشبع مرمل، المرمل هو الجائع. وبذلك يبين هنا خصال بني هاشم، إذا ما آلت إليهم الخلافة فيقيمونها على عدل ويدفأ المقرور ويشبع الجائع. في البيت 11: فإنهم للناس فيما ينوبهم غيوث، غيوث حياة ينفي به المحل الممحل. فهنا المحل الممحل ينوبهم أولا، إذن ينوبهم يصيبهم من النائبات أي المصائب. غيوث جمع غيث وهو المطر، وكذلك الحياة، غيوث حياة هنا يقصد الكرم بالنسبة لآلي هاشم. المحل القحط والجفاف، إذن فهنا يبين أن الهاشميين إذا ما أصابت الناس المصائب كانوا لكرم، فيفيض كرمهم على الناس فيزيلون عنهم ما أصابهم من محن ومن شدائد مثل القحط وغيرها. إذن هذا بالنسبة للبيت 11. في البيت 12 يواصل الشاعر بيان تشيعه لآل البيت، فيقول: لهم من هوايا الصفو ما عشت خالصا، ومن شعري المخزون والمتنخل. فهنا يبين الشاعر إخلاصه وحبه لبني هاشم، فقال لهم من هوايا الصفو أنه يحب بني هاشم. ما عشت خالصا، إذن أيضا ما دام حيا فحبه وهواه وتشيعه وإخلاصه لآل البيت. ومن شعري المخزون والمتنخل، وسيبقى ينظم شعرا في آل البيت وفي الهاشميين، سواء من شعره المتحفظ به ومن شعره المتخير المختار. إذن هذا بالنسبة لشرح هذه الأبيات. نأتي الآن للتعرف على الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. إذن نبدأ أولا بأسئلة البناء الفكري. السؤال الأول: إلى من يتوجه الشاعر بخطابه في النص، وماذا طلب منهم؟ السؤال الثاني: يتمنى الشاعر في مستهل أبياته تحقق شيء، ما هو؟ ما مدلول كلمة النوم؟ السؤال الثالث: ما الاتجاه السياسي للشاعر؟ حدد عبارة من النص تدعم بها إجابتك. السؤال الرابع: في النص نمطان بارزان، دل عليهما ممثلا لكليهما بمؤشر واحد. السؤال الخامس: لخص مضمون الأبيات من الثامن إلى الثاني عشر. أسئلة البناء اللغوي. السؤال الأول: أعرب ما تحته خط إعراب مفردات، وما بين قوسين إعراب جمل. إذن الكلمات هي: النوم في البيت الثاني، فقد طال هذا النوم. كذلك كلمة مصيبة، أجل مصيبة في البيت السابع. أما إعراب الجمل أو محل الجمل من الإعراب، الجملة الأولى أو هي الجملة الواقعة في البيت 11: ينوبهم، فإنهم للناس فيما ينوبهم. إذن جملة ينوبهم، إذن هذا بالنسبة لإعراب الجمل وإعراب المفردات. الجزء الثاني من السؤال: استخرج من النص اسم فاعل واسم مفعول مبينا طريقة صوغهما. السؤال الثاني: ما الضمير البارز في الأبيات من الثامن إلى الثاني عشر، وفيما ساهم؟ السؤال الثالث: ما ضرب الخبر مع التعليل في صدر البيت الخامس، وما نوع الأسلوب وغرضه في البيت العاشر؟ إذن يقول الشاعر في البيت الخامس: فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم، فحتام حتام العناء المطول. أما في البيت العاشر فيقول الشاعر: فيا رب عجل ما نؤمل فيهم، ليدفأ مقرور ويشبع مرمل. إذن هذا بالنسبة لضرب الخبر وكذلك نوع الأسلوب، إذن في البيت صدر البيت الخامس وفي البيت العاشر. السؤال الرابع: استخرج من النص صورة بيانية، اشرحها وبين نوعها وأثرها في المعنى. السؤال الخامس، وهو سؤال خاص بالشعب الأدبية: قطع البيت الأول وسمي بحره، ثم حدد القافية وحروفها. إذن هذا فيما يتعلق بأسئلة هذا الموضوع. نأتي الآن إلى الإجابة عن هذه الأسئلة. نبدأ أولا بأجوبة البناء الفكري. السؤال الأول: إلى من يتوجه الشاعر بخطابه في النص، وماذا طلب منهم؟ إذن نلاحظ أن الشاعر في هذا النص يتوجه بخطابه إلى بني أمية، وطلب منهم جوابا عن سياستهم الخاطئة في الحكم، ويظهر ذلك في قوله: فيا ساسة هذا
هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمري ذو أفانين مقول. وكذلك ألا هل عم في رأيه متأمل وهل مدبر بعد الإساءة مقبل. فهنا يبين أن هؤلاء هل يمكن أن يتغير حكمهم كما شرحنا في بداية النص. إذن يتوجه الشاعر بخطابه في هذا النص لبني أمية، إذن وكما قلنا يطلب منهم جوابا عن سياستهم الخاطئة في حكمهم، ويظهر ذلك جليا في البيت الثالث في قوله فيا ساسة هاتوا لنا من جوابكم ففيكم لعمري ذو أفانين مقول. السؤال الثاني، يتمنى الشاعر في مستهل أبياته تحقق شيء، ما هو؟ ما مدلول كلمة النوم؟ إذن يتمنى الشاعر في مستهل الأبيات تحقق شيء هو عودة الحق إلى أهله وتحقق العدالة في قوله ألا هل عمي في رأيه متأمل هل مدبر بعد الإساءة مقبل. إذن يتمنى أن هذا المسيء أن يعود إلى الحق ويقبل عليه، فهنا عودة الحق إلى أهله كما قلنا. إذن ما مدلول كلمة نوم؟ كلمة نوم في البيت الثاني في قوله فقد طال هذا النوم واستخرج الكراء. إذن طال هذا النوم، إذن كلمة نوم تعني سكوت الرعية على الظلم المستشري وعدم الثورة عليه كما شرحنا في البداية. إذن نأتي الآن إلى السؤال الثالث، ما الاتجاه السياسي للشاعر؟ حدد عبارة من النص تدعم بها إجابتك. إذن واضح الاتجاه السياسي للشاعر وهو التشيع لبني هاشم ومناصرتهم، والعبارة الدالة على ذلك في قوله لهم من هوايا الصف ما عشت خالصا، وكذلك في قوله إلى الهاشميين البهاليل إنهم. إذن هنا يبين كذلك تشيعه لآل البيت. السؤال الرابع، في النص نمطان بارزان دل عليهما ممثلا لكليهما بمؤشر واحد. إذن النمط الأول هو النمط الحجاجي والنمط الثاني هو النمط الوصفي. النمط الحجاجي لأن الشاعر يدافع عن بني أمية وكذلك في نصه جدال، إذن نلاحظ هذا الجدال القائم في النص وهو أنه يدافع عن بني هاشم ويرد على بني أمية، وهذا الجدال هو الذي يجعل النمط في هذا النص هو النمط الحجاجي. ومن مؤشراته في النص أسلوب الجدل مثل قوله هاتوا أهل كتاب أنتم لنا من جوابكم، كذلك أساليب التوكيد والاستفهام، كذلك أساليب التوكيد مثل قد أن هل حتى ما، إذن كلها تدل على النمط الحجاجي. كذلك الأدلة والبراهين، إذن فهو يحاول أن يثبت أن بني هاشم لهم الأحقية في الخلافة، أبرز خصال بني هاشم وهي أدلة تبين أحقيتهم في الخلافة وأن هذا الأمر يعتبر حق لبني هاشم استولى عليه الأمويون. إذن كل هذه الأمور تبين النمط الحجاجي، كذلك التعليل التحليل وأيضا استعمال المنطق والعقل، كل هذه الأمور تؤشر للنمط الحجاجي. أما النمط الثاني فهو النمط الخادم وهو النمط الوصفي، استعان به الشاعر لوصف الهاشمي وبيان أحقيتهم في الخلافة. ومن مؤشرات النمط الوصفي في النص كثرة المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول مثل قوله متأمل، كذلك راجي، وكذلك مرمل وغيرها من الأسماء المشتقة الواردة في النص. كذلك الجمل الإسمية بكثرة في النص، فيهم نجوم الناس إنهم للناس غيوث، كذلك النعت مثل قوله البهاليل الراجي، وغيرها من المؤشرات الأخرى مثل كذلك الإضافة وغيرها. إذن هنا المطلوب مؤشر واحد بالنسبة لهذه أو بالنسبة للنمطين. السؤال الموالي، لخص مضمون الأبيات من الثامن إلى الثاني عشر. إذا نبدأ من البيت الثامن إلى الثاني عشر، وفي هذه الأبيات يمدح بني هاشم، إذا في قوله إلى الهاشميين البهاليل إنهم إلى غاية قوله لهم من هوايا الصفوي ما عشت خالصا، فهنا مدح الهاشميين. أما تلخيص هذه الأبيات فنستطيع أن نقول بإيجاز واختصار والمحافظة على أفكار الشاعر، وكذلك الأسلوب يكون غير إذن بالأسلوب الخاص، فنقول مثلا هوايا مع الهاشميين الذين في حكمهم عدل فهم السادة الذين
يهتدي بهم الضال ويهنأ بهم الجائع ويكسى بهم العاري، فيا رب عجل بنصرهم فإننا بهم راضون. إذن هنا نلاحظ أننا حافظنا على المعاني وأفكار الشاعر وبإيجاز واختصار وبأسلوب مغاير مخالف لأسلوب الشاعر. إذن هذا فيما يتعلق بأجوبة البناء الفكري. ننتقل إلى أجوبة البناء اللغوي. السؤال الأول: أعرب ما تحته خط إعراب مفردات وما بين قوسين إعراب جمل. إذن الكلمات هي أولا النوم في قوله طال هذا النوم، إذن هذا اسم إشارة، النوم اسم معرف بأل جامد بعد اسم الإشارة، إذن هو بدل أو عطف بيان. إذن النوم بدل من اسم الإشارة هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا مرفوع؟ لأن المبدل منه مرفوع، إذن اسم الإشارة هذا جاء فاعلا في الجملة طال هذا النوم، إذن طال النوم، إذن النوم بدل من هذا اسم الإشارة الذي جاء فاعلا أو جاء في محل رفع فاعل، وبذلك فهنا البدل مرفوع. إذن بدل من اسم الإشارة هذا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الكلمة الثانية هي كلمة مصيبة في البيت السابع: فلم أرى مخذولا أجل مصيبة. مصيبة اسم نكرة جامد جاء بعد اسم من أسماء التفضيل، وبذلك فهو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن الاسم الجامد المنصوب بعد اسم من أسماء التفضيل يعرب تمييز. إذن هذا بالنسبة لإعراب المفردات. إلى إعراب الجمل الواردة في الجملة الواردة في البيت الحادي عشر: فإنهم للناس فيما ينوبهم. ينوبهم جاءت بعد فيما، وما اسم موصول من الأسماء الموصولة المشتركة، إذن ما بمعنى الذي، وبذلك الذي ينوبهم، فهنا هذه الجملة هي جملة صلة الموصول، فهي جملة فعلية صلة الموصول، وصلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، فنقول جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب. السؤال الموالي: تخرج من النص اسم فاعل واسم مفعول مبينا طريقة صوغهما. إذن يوجد الكثير من الأسماء المشتقة في النص. بالنسبة لاسم الفاعل لدينا أولا مدبر، إذن صيغة من الفعل الرباعي بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، إذن أدبر فعل مزيد، وبذلك فيحول إلى المضارع مدبر، ثم تقلب ياء المضارعة ميما مضمومة ويكسر ما قبل الآخر فنقول مدبر، فهنا لدينا اسم الفاعل. كذلك مقبل، إذن من الفعل أقبل، فهنا أيضا من الفعل غير الثلاثي فنحوله إلى المضارع أقبل يقبل، ثم نقلب ياء المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر فنتحصل على مقبل. ممحل كذلك نفس الشيء، أمحل فهو ممحل، الراجي من رجية راجي، فهنا يساغ مباشرة على وزن فاعل لأن الفعل ثلاثي. بالنسبة لاسم المفعول لدينا مخذولا، إذن خذلا مخذول، إذن بالنسبة لاسم المفعول فإنه يساغ من الفعل الثلاثي المبني للمجهول، إذن خذل فهو مخذول، إذن مخذول على وزن مفعول. كذلك مقرور، قر فهو مقرور، كذلك خزن فهو مخزون. الاسم المهتدى، إذن المهتدى اسم مفعول، فهنا صيغة من الفعل غير الثلاثي وهو الفعل اهتدى، إذن اهتدى يهتدى، إذن نحوله إلى المضارع فنقول يهتدى، ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر فنتحصل على المهتدى، إذن المهتدى اسم مفعول. إذن هذا بالنسبة لي أهم الأسماء المشتقة خاصة اسم الفاعل واسم المفعول مع طريقة صوغهما. السؤال الثاني: ما الضمير البارز في الأبيات من الثامن إلى الثاني عشر وفيما ساهما؟ إذن من البيت الثامن إلى الثاني عشر هو الضمير هم، إنهم، فيهم، بهم، كذلك إنهم، لهم، فهنا الضمير الغالب هو الضمير هم الذي يعود على الهاشميين، وقد ساهم هذا الضمير في اتساق النص عن طريق الربط بالإحالة، إذن هذا الضمير كله يعود إلى الهاشميين لأنه ذكرهم
في البيت الثامن. قال إلى الهاشميين البهالل إنهم، إذن هم ضمير الغائب يعود على الهاشميين فهو إحالة قبلية. إذن كل الضمير الذي ورد فيما بعد ضمير الغائب هم يعود على الهاشميين وهنا إحالة قبلية بهذا الضمير، والضمير هنا ساهم في اتساق النص عن طريق الربط الإحالي وتجنب التكرار. السؤال الثالث، ما ضرب الخبر مع التعليل في صدر البيت الخامس، وما نوع الأسلوب وغرضه البلاغي في صدر البيت العاشر؟ إذن في صدر البيت الخامس يقول الشاعر: فتلك ولاة السوء قد طال ملكهم. إذن بالنسبة لضرب الخبر في هذا البيت فهو ضرب طلبي، لأن الخبر مؤكد بمؤكد واحد وهو قد. إذن قد طال ملكهم. إذن هنا هذا هو الدليل على أنه ضرب طلبي، لأنه يوجد مؤكد واحد وهو قد. أما أسلوب صدر البيت العاشر فيقول الشاعر في صدر البيت العاشر: فيا رب عجل ما نؤمل فيهم. إذن عجل ما نؤمل فيهم، هنا يوجد نداء، فيا ربي، فهو أسلوب إنشائي طلبي بصيغة النداء وكذلك الأمر، عجل فيا ربي عجل. غرضهما البلاغي الدعاء. إذن الشاعر يدعو ب تولي بني هاشم للخلافة وأن ينالوا هذا الحق الذي أخذه منهم بني أمية. إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث. ننتقل إلى السؤال الرابع، استخرج من النص صورة بيانية اشرحها وبين نوعها وأثرها البلاغي. بالنسبة للصورة البيانية يمكن استخراج الصورة التالية، وهي: طال هذا النوم وكذلك فيه نجوم الناس. إذن الاستعارة التصريحية في قوله طال هذا النوم، إذن ذكر المشبه به وهو النوم، حذف المشبه وهو السكوت عن الحق. إذن السكوت عن الحق شبهه بالنوم فقال طال هذا النوم. يصح كذلك أن تكون كناية عن طول السكوت عن الحق، إذن فهنا هي استعارة تصريحية وكذلك يصح أن تكون كناية. كذلك في قوله فيهم نجوم الناس فهنا شبه بني هاشم بالنجوم، حذف المشبه وذكر المشبه به، فهنا إعلاء من منزلة بني هاشم، إذن هذا هو المراد من هذه الصورة البيانية. كذلك يوجد التشبيه البليغ في قوله فإنهم للناس غيوث الحياة، إذن شبههم بالمطر، إذن شبه بني هاشم إنهم، إذن هم هو المشبه، غيوث الحياة المشبه به، وبذلك هنا تشبيه بليغ. لا يوجد أداة التشبيه وكذلك وجه الشبه فهو تشبيه بليغ. إذن هنا المطلوب استخراج صورة بيانية واحدة من النص. ننتقل إلى السؤال الأخير في البناء اللغوي، وهو متعلق بالتقطيع العروضي، إذن هو خاص بالشعب الأدبية. قطع البيت الأول وسمي بحره ثم حدد القافية وحروفها. بالنسبة للتقطيع تكتب أو يكتب أولا البيت كتابة عروضية، كل ما يسمع وينطق يكتب، ما لا يسمع وما لا ينطق لا يكتب، ثم توضع الرموز العروضية، ثم التفعيلات وهي فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل، وهي تفعيلات بحر الطويل. أما القافية فتحدد من آخر ساكن إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي قبل الساكن وهو مقبل. إذن مقبل هي القافية. حروفها لدينا الواو وهو حرف وصل، واللام هو حرف الروي. إذن هذه الحروف الموجودة في هذه القافية. إذن هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أتمنى للجميع الاستفادة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.